صراحه كل محبي كره قدم تمتعنا بها. انا مده ما شفناش مباراه في هذا المستوى في الدوري المغربي، فيها حماس، فيها اهداف، فيها جمل بعض الاحيان جميله جدا. يعني كان كلا الفريقين يستحقون مرور الدور المقبل صراحة، فريقي أو نهضة بركان أظن أكثر ربما فريقي، لأننا خلقنا أكثر فرص وكنا فترات السيطرة كانت أكثر، لكن ما يعنيش اللي النهضة قدمت مباراة ممتازة جدا وكانت عندهم قوة شخصية. كنا نعرف اللي عندهم شخصية قوية في مباراة الفريق الليبي في الكأس الكنف كونفدرالية، أمنوا بحظوظهم إلى آخر رمق ورجعوا في النتيجة وتمكنوا من الترشح. فريق ممتاز جدا، فريقي صراحة من يوم إلى يوم يمتعنا، روح فريق، عائلة واحدة، كرة قدم. لأنه نأكد لكم أن هناك عدة لاعبين يعني مهمش في حالتهم الصحية الطبيعية، إصابات، شفتوا حمزة إيجاما نخرج إصابة. مباراة جميلة ونتمنى صراحة حظ جميل جدا بالنسبة لنهضة بركان في نهائي الكونفدرالية. ربما ما صافهمش الحظ باش يترشحوا اليوم، لكن أنا متأكد اللي هذه المباراة قاموا بها اليوم باش تعطيهم دافع قوي وقوي جدا في مباراة النهائي الاتحاد الإفريقي. ولو ما ترشحوش، لكن اللي باش يربحوه من هذه المباراة، واحنا فنيين ونعرفوا الاشياء هذه، كبير وكبير جدا بحكم اللي كانوا فتره يعني خارج المنافسه. On félicite la victoire ou qualification le Jeish Malaki، مبروك عليهم الفيكتوار. بالنسبه لنا يظلي فيها ماتش honorable. On était mené au score deux fois ولقينا la source mentale و و فيزيك باش رجعنا في الماتش. انا في لي شانجمون لازم نعملوهم، انا ماركي ان تروازيام بوت بعد مع البار تنحدهم. جو بونس انا في ان ماتش كوريكت فيو زادا اللي تعرفوا دوبوي ماتش اس في صافي بريسك 20 جور ما لعبناش، واليوم لعبنا 120 مينوت بعد لي بينالتي. توفيق كان حلف الجيش الملكي، دو توت فاسون سي فيها دومي جوار، عطينا كل ما عندنا في الماتش، حبينا نفرحوا الجمهور والناس اللي تشجع بركان. الله غالب ان شاء الله نعوضوها في مناسبه اخرى ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.